السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم الجديده عبدو تيك. اليوم كما وعدتكم في الفيديو الاول ان شاء الله اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش تبين الشاشه ديال الهاتف ديالك في الجهاز ديال الحاسوب. ان شاء الله ندوز الشرح على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي ندخلوا، دابا انا ديجا خدام بها هذه الطريقه هذه، انا ديجا اشتغل بها، ولكن في نفس الوقت غادي نشرح لكم يعني كما كتشوفوا هذا هو كيفاش كيظهر الهاتف في شاشه الحاسوب وبطريقه سلسه وسهله جدا. واول حاجه خصنا نديروها هو ندخلوا البارامتر ديال التليفون، غنمشيو ها هما كما كتشوفوا انا ديجا عندي مفعل هذا الاوبسيون دو ديفلوبمون ديجا مفعله، يعني نتوما كاين اللي ما يلقاهاش هنايا عنده. اول حاجه كنديروها كندخلوا الابروبو دو تليفون، يعني الهاتف او لا حول الهاتف او لا، ملي كندخلوا حيت كل واحد واختلاف ديال الفيرسيون ديال الاندرويد ديالو ديال الاندرويد. وجا في نفس الوقت نفس الطريقه كنجيو هنايا كندخلوا لهاد انفورماسيون سور لوجيسيال، والمهم عندنا هو هاد النيميرو دو فيرسيون. غادي نبقاو ندكو علينا ندكو عليها بصبعنا عدة مرات حتى تافيشي لنا ديك ديال لوبسيون دو ديفلوبمون. هانت بحال هكا، هيا هنا ديجا ديجا يطلع لينا يا ديجا اكتيفي. نتوما راه غادي يطلع لكم يطلع لك اوكي، غادي تاكتيفا ودير اوكي وتاكتيفا، يعني وغادي نرجعو غادي نرجعو فين كنا. هنا فين كتكون تطافيش هاي اوبسيون دو ديفلوبمون، هنا سالينا من يعني وباقينا سمحوا لي باقي واحد الطريقه اخرى كنبركو على هاد اوبسيون دو ديفلوبمون. ما نساوش هاد القضيه هادي، ها هي كيما شفتوا ها هي راه مأكتيفيا، ولكن كاين واحد الطريقه مهمه واحد القضيه اخرى مهمه هي هادي هاي هادي هي ديبوغاج يو اس بي، يعني هادي ضروري تفعلوها. ملي كنفعلوها كندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اشنو كنحتاجو في الجهاز ديال الحاسوب؟ نحيدو هادي نحطوها لتحت، غنمشيو للبرامج اللي غنحتاجو الجهاز ديال الحاسوب. غادي نحتاجو هاد لي درايفر اللي كيديرو السامسونج، حيت لحقاش معظم الاجهزه ممكن يتعرف عليها الحاسوب اولا يكون الحاسوب عندك كيدعم جميع يعني الاجهزه، والاغلبيه ديال الحواسيب ما كيكونش فيهم ما كيدعمش السامسونج. يعني هذا هو اللي خصنا نتيليشارجيو ونانستاليو عندنا هاد لي درايف ديال سامسونج باش عرفنا على الهاتف ديالنا كيف ما كان النوع ديالو. وغنخلي لكم ان شاء الله الروابط ديالو في الوصف ديال الفيديو. والبرنامج الثاني اللي غنحتاجو هو هذا برنامج عرض شاشه الهاتف، غنحتاجو هذا غادي نحتاجو هذا البرنامج هذا هو اللي غادي نحتاجو. اذا انا غادي ديكونيكتي الكابل باش نوريكم العمليه كيفاش كتم. يعني غنحيد الكابل كيما سمعتوا راه ديت اكتيف الكابل. يعني اول حاجه كيما قلنا من انستاليو لي درايفر ديك الساعه تكون تعرف يكون ديك الساعه لي درايفر تاصلاو، غنمشيو ديريكتومون لهاد البرنامج اللي قلنا ديال عرض شاشه الهاتف اللي غنخلي لكم كما كنقول لكم المره الثانيه غنخلي لكم في الوصف. نحيدو هاد النافذه، ندخلو لهاد البرنامج الملف هذا، ندخلو هاد الملف ضروري نكليكيو على هاد القضيه هادي هي ادي بي اكزيت نكليكيو عليها الاولى تطلع النافذه وكتختفي في نفس الوقت. كنبرونشيو الكابل ديالنا كيعطينا واحد اوتوريزي لاكسي او دوني دو تيليفون، تنديرو اوتوريزي صافي هو هنا كيتعرف عليها. ومن بعد ما كان نكونيكتو الكابل مع الحاسوب كطلع لينا واحد كطلع لنا واحد النافذة كتقول لك اوتوريزي لو ديبوغاج يو اس بي اللي اكتيفينا قبل في الهاتف. كنديرو اوكي، ملي كنديرو اوكي ديك الساعة عاوتاني كنجيو لهاد البرنامج ها هو، وهاد النافذة ما تحاولوش تغلقو تغلقوها خليوها مفتوحة فقط. ها كيفاش غديرو لها؟ غديرو لها بحال هكا غتهبطوها للأسفل صافي، ها هو الهاتف يعني مأفيشي لينا في سطح المكتب هانتوما
يعني تقدر دير عليه شروحات، يعني شرح دي زابليكاسيون، يعني بزاف ديال الاشياء، تخطر بزاف ديال الاشياء دير عليه، يعني شيء جميل جدا. وحتى فيه لي فيديو، حتى لي فيديو ممكن لي فيديو تافيشيهم على سطح المكتب. الميزه اللي فيه هو انه تعطينا بلان ليكرون، يعني تعطينا العرض ديال الشاشه يكون كبير. تقدر تخدم هنا، ما نخدموش في فيديو ولا شي حاجه، اللي عندنا حقوق ديال الطبع والنشر. مش الفيديو اللي ما فيهش حقوق الطبع والنشر. كما كتشوف ممكن ديرو في بلان ايكرون، ممكن بزاف الحوايج. شري جو، يمكن لك تلعب لي جو ديالك، يمكن لك بزاف الحوايج. هذا ما كنا شفتو، يمكن تلعب لي جو، يمكن تشوف لي فيديو ديالك اون بلان ايكرون، يعني بزاف ديال الحوايج كيهم دي. اما كتخدم على جهاز الهاتف. اما كما كنقول لكم يعني خوتي، وصلنا لنهاية الفيديو، وكنتمنى هذه المعلومة هذه تفيدكم، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وان شاء الله المره الثانيه ان شاء الله غادي نطرقوا لشي موضوع يعني اخر اللي غيفيدنا، خصوصا في هذا المجال ديال قنوات اليوتيوب. يعني غنديروا شكون شروحات ان شاء الله، حتى البرامج ديال المونتاج، ديال يعني بزاف ديال البرامج، غير فقط تبعونا. وان شاء الله من هنا لقدام كل مره غادي نديروا فيديو، يعني كل اسبوع ان شاء الله نقدر نلوح فيديو، لانه كيطلب وقت كثير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.